طارق اتصرف انت، انا موكلك بدالي. لا لا مش هقدر اجي النهارده. يا عم ده انت صاحبي من زمان وثقه. طيب ماشي، هكلم انا مندوبنا في البورصه واقول له ينفذ كل طلباتك. يلا سلام. يا حبيبي اهو انت كده بتحبني بصحيح. يا حبيبتي انت عندي اغلى من اي حاجه. ربنا يخليك ليا يا رب. الا اقول لك يعني هي المسقعه دي ناويه تخلص امتى؟ على وشك. روحي بس انت ارتاحي شويه وانا دقايق وهيكون الاكل جاهز. طب يا حبيبي يا روح قلبي ما تسيب روز تكمل الطبخ. لا بص ايدك، روز ايه دي في لبنيه. يعني بلاش في الاكل بتاعنا ده خالص. وبعدين انت حامل يا حبيبتي، وانا ما اضمنش يعني اكلها ممكن يعمل فيكي ايه، اصلها بتعمل اكل ما يتاكلش. هي يعني بصراحه اكلها غريب شويه. لا مش شويه، لا. اكلها غريب جدا. طيب انا بس عايزه اسال سؤال، يعني انت هتقعد تطبخ كده كل يوم؟ لا ما تقلقيش، على فكره انا طباخ دريم وعجبك. طيب وشغلك؟ لا ما انا ماشي كل الشغل بالتليفون ده، بس لغايه ما اجيب طباخ يكون نفسه حلو. حبيبي يا سعادتي يا حبيبتي. انت اللي حبيبتي يا رشرون. لازم يا سعد السكينه هتعورني. الف بعد الشر عليك يا حبيبتي. ان شاء الله. انا ايه يا بت، دوري وشك الناحيه الثانيه. الله، واحد ما يعرفش ياخد راحته مع مراته في بيته ولا ايه؟ بس يا سعد دي في لبنانيه مش فاهمه حاجه. لا يا روحي، اصل اللي احنا بنعمله ده لغه عالميه، والقروبه دي تلاقيها فاهمه كل حاجه. هي ان ربنا خلق لبن الام علشان الطفل. انت بتعمل ايه؟ بجمع داتا عشان هتفيدني في المرحله اللي جايه. انت طول عمرك كده تموت في جمع المعلومات. وهي الدنيا ايه غير معلومات، ودايما اللي بيعرف اكتر هو اللي بيكسب. ها يا محمد، خير؟ ايه امتى اشتريتوها وامتى خسرت؟ يا دي المصيبة، يا إيه؟ دي المصيبة. ايه يا سعد في ايه؟ انا بيتي اتخرب، بيتي اتخرب خلاص. اهدى بس فهمني في ايه؟ الاغبياء، الاغبياء اللي عندي اشتروا اسهم ب 10 مليون جنيه في شركة، والشركة دي فلست من ساعة واحدة بس. يا لهوي، يعني انت خسرت 10 مليون جنيه؟ دي البداية، وربنا يستر على اللي جاي. كله راح. يعني ايه؟ خلاص مفيش امل تعوض الخساره وتصلح الغلط؟ الغلط فينا احنا، ما بقيناش بني ادمين، بطلنا نحب بعض، كل واحد بقى مش راضي بحاله، باصص للي في ايد غيره وبيحسدوا عليه. بقى كل همنا ازاي نفرح في بعض مش نفرح لبعض. انت تقصد مين بالكلام ده؟ كلنا. قوي بيقتل الضعيف عشان قادر عليه، ضعيف لو جات له فرصة انه يقتل القوي مش هيتردد لحظة عشان ياخد مكانه. في النهاية كلنا خسرانين، كلنا خسرانين. قول لي ناوي تعمل ايه في المصيبة اللي انت حطيتنا فيها؟ متقلقيش يا رشا، انا عندي خطه هتعوضنا كل اللي فات. ما كفايه الخطط بقى اللي جابتنا الارض دي. انا خططي كلها ناجحه، واللي حصل ده بسبب الخيانه مش سوء تخطيط مني. الغلط غلطك عشان انت وثقت في الناس الغلط. رشا بص ايدك، انا مش ناقص. اعملي حسابك بكره الصبح تقومي بدري عشان تعملي لي توكيل، عشان عايز ابيع الفيلا دي ومحتاج المليون جنيه اللي معاك. نعم يا اخويا. معلش، محتاج اكبر سيوله ممكنه عشان اقدر اقف على رجلي من تاني. الفلوس دي فلوسي مش فلوسك انت. وانا وانت ايه يا حبيبتي، ما احنا واحد. لا يا عينيا احنا اتنين، وانسى ان انا هديك مليم واحد. انت اكيد بتهزري. انا بتكلم بجد. رشا بقول لك محتاجهم، ساعديني وقفي جنبي. اسفه، ما عنديش استعداد اديك اللي عندي عشان تضيعه زي ما ضيعت اللي عندك.
ايوه بس ما تنسيش ان انا اللي اديتك الفلوس دي، وانا اللي كتبت لك الفيلا باسمك. يعني الحاجات دي اصلا بتاعتي. كانت بتاعتك، انما دلوقتي مالكش فيها. ايوه بس انت كده بتبيعيني. ابيعك واشتري نفسي احسن ما نخسر احنا الاثنين. معقول انت تعملي كده؟ انت يا رشا، ده انا اشتريتك في وقت ما كانش ليكي تمن فيه. ده انا عملت عشانك اللي ما كنتش اتخيل ان ممكن اعمله في يوم من الايام، عشان اشتريكي واحافظ عليك. والله كل اللي عملته عملته بمزاجك، محدش كان غصبك عليه ولا ضربك على ايدك. انا صدمتي فيك انتي اكبر من الفلوس. مش قادر اصدق ان كل اللي اعمل لهم يخونوني بالمنظر ده. معقوله؟ معقوله عشت العمر ده كله اختار الصاحب الغلط والست الغلط؟ لا 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 لا، انا اكيد في كابوس، كابوس تقيل قوي ومش عارف اصحى منه. انت اللي جبت الكابوس ده لنفسك، ولازم تخرج نفسك منه زي ما دخلت نفسك فيه، ومن غير ما تطلب مساعدتي. انا ما صدقت يبقى عندي فلوس وفيلا، ومش مستعد اضحي بيهم عشان خاطر اي حاجه. حتى لو الحاجة دي تبقى أنا؟ أنت بالذات لا يمكن أديلك حاجة لأنك متهور، وهتاخد فلوسي تضيعها وتضيعني معاك زي ما ضيعت نفسك. رشا، رشا، سعد، سعد فيك إيه؟ سعد، سعد رد عليا، فيك إيه؟ سعد، سعد. الحمد لله على السلامة يا سعد بيه. وإيه اللي حصل؟ السكر عندك وصل 500. 500؟ وده معناه إيه؟ معناه إن حضرتك عندك سكر. سكر؟ وخلي بالك ده مرض لازم تصاحبه، لأنه مزمن وهيعيش معاك طول العمر. أنا عندي السكر؟ ما تقلقش قوي كده، نص مصر عندها سكر، وفي بعض الأطفال عندها نفس المرض. وده جالي من إيه؟ واضح إن كان عندك السداد من الأول، ولما اتعصبت ظهر عليك. يعني في امل لو هديت اخف منه؟ للاسف لا، حاله السكر عندك مزمنه، ويا ريت تبعد عن السكر والنشويات. وانا هكتب لك دلوقتي بعض الادويه. ما اقدرش ابعد عن النشويات والسكريات، دول اكتر حاجه بحبهم في حياتي. هتضطر تبطلهم والا هتموت. ادي روشته واشوفك بعد يومين. السلام عليكم. أنا عندي السكر. سلامتك يا سعد. جاية تشمتي فيا؟ أنا يا سعد أشمت فيك؟ أمال اللي حصل لي ده إيه؟ مش كله بسببك؟ بسبب أنا؟ ليه؟ عشان مش عايزة تديني فلوسي. دي فلوس أنا يا سعد، ومش هديها لك عشان تضيعها زي ما ضيعت اللي عندك. أنا مش هقعد لك في البيت. رايح فين يا سعد؟ أنت لسه تعبان. هروح في داهية. مالكيش دعوة بيا. يا كبد عليك يا ابني. سلامتك يا حبيبي، ألف سلام. يا أخويا أنت لسه صغير على الهم ده كله. شفت اللي جرالي يا أمي؟ يا ما حذرتك يا حبيبي إنك ما تمشيش في سكة الحرام. ما سمعتش كلامي، مفيش فايدة. النبي يا أمي كفاية الكلام ده، أنا مش ناقص، أنا اللي فيا مكفيني. لكن قول لي بقى، أنت ليه جايب شنطة هدومك معاك؟ اتخانقت انا ورشا وسبت لها البيت. اتخانقت معاها؟ وده وقت تتخانق معاها؟ اما بنت ما عندهاش دم صحيح. ظاهر يا امي ان انت كان عندك حق. يعني عرفت دلوقتي؟ عرفت انها ما تنفعكش؟ رفضت تقف جنبي وتساعدني. ما هي جعانه زي اهلها. هي جعانه دي بقى انا شبعتها. واديتها 1,000,000 جنيه وكتبت لها الفيلا باسمها. كتبت لها الفيلا باسمها؟ اخص عليها الواطيه. الست اللي ما تقفش مع جوزها في محنته ما تستاهلش عاطفه وحنيته. أنا تعبان قوي يا أمي. يلا هطلع أنام، جايز لما أنام استريح وأنسى اللي أنا فيه. طيب يا حبيبي، اطلع أنت نام وارتاح، أكون أنا جهزت لك الغدا، وهترتاح في أوضة أخوك أشرف.
ليه هي اوضتي راحت فين؟ مرات ابوك قاعده فيها. وده كلام يا امي؟ ايه اللي جابها هنا؟ رفعت علينا قضيه بتطالب بحقها في الفيلا والمحل والمدبغه. قلت خلاص احلها ودي وتيجي تعيش معانا هنا. يعني تجيبي ضرتك تقعد معاكي هنا في البيت؟ طب اعمل ايه بس يا ابني؟ هي في ناحيه وانا في ناحيه، ماليش دعوه بيها خالص. وانت عارفني كويس يا سعد، ما احبش اكل حق احد، وده حق ربنا يا ابني. والله حرام اللي بيحصل لي ده. معقوله يا ربي؟ يعني طارق ياخد فلوسي ورشا تاخد فيلتي حتى اوضتي تاخدها نعمه؟ يا رب خدني بقى وريحني يا رب. بعد الشر عليك يا حبيبي، ان شاء الله اللي يكرهوك يا رب. استرها يا رب، استرها يا رب. ايه ده؟ وانا مش هاكل معاك ولا ايه؟ تاكل ازاي يا سعد وانت عندك السكر؟ هو ده اكلك المناسب ولا عاوز تنكس من اولها؟ ايوه بس ده حرام. الحرام بعينه بقى انك انت تاكل زياده، وربنا سبحانه وتعالى قال: ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه. حتى الاكل بالنسبه لي بقى تهلكه؟ معلش عشان خطر على صحتك. مساء الخير عليكم. طيب اهو السلام لله. بقولك ايه يا ست، انت عايزه تقعدي معانا هنا؟ مالكيش دعوه بينا، انت في حالك واحنا في حالنا. اريح يا اخويا، اما شم الهوا في الجنينه على ما المسلسل التركي اللي انا متابعاه يجي. طعمه كتك دحيه. شش عيب يا نوره، انتيش شايفه طريقتها المستفزه؟ مالناش دعوه بيها يا بنتي. ايدك يا سعد. لا ما مش هينفع كده يا امي، ما انا هاكل بقى واللي يحصل يحصل. انت جننت يا سعد؟ يا نوره الاكل ده متعتي الوحيده، معقوله اتحرم منه؟ يا حبيبي ما انت لو كلت السكر هيعلى اكتر. صدقيني يا امي، صدقيني السكر اللي عندي ده سكر عرضي، وان شاء الله هيروح اول ما بالي يروق. دكتور هو اللي قالك كده؟ لا دكتور ايه ده، شكله بيشتغلني. مش هو كتب لك على دواء؟ ان شاء الله هباخده بعد الاكل. لا وتاخده ليه طالما انت مش مقتنع بكلامه؟ يعني يا نوره زيادة احتياط بقى يعني مش أكتر. وكمان هتشرب مانجا؟ ما أنا لازم أبلع مع الأكل يا أمي. ما تبلع بمية. لا المية بقى بعد ما أخلص المانجا. وكمان هتخلص المانجا؟ خد يا بنتي شيل الإزازة دي عندي. يا أمي بقى ما خلاص خلاص، مش أنا قلت هاخد الحباية بعد ما أخلص أكل؟ اتجننت. يا رب يا رب ارحمه من نفسه الأمارة بالسوء دي. يوه أنتوا إيه اللي جابكوا دلوقتي بس؟ كده برضو يا رشا يا بنتي، ده بدل ما تشكرينا ان احنا ما هنش علينا نسيبك تباتي لوحدك. وايه يا ماما الشنطه دي؟ انتوا ايه جايين على بيات ولا ايه؟ الله طبعا احنا ما عندناش بنات تبات لوحدها، وجوزك ده انا ليا كلام معاه، ازاي يسيبك بالشكل ده من غير ما يقول لي؟ ده خلاص يا بابا فلس واتجنن. يا مصيبتي فلس بقى على الحديده يا ماما خلاص، وقال ايه عايزنا اسلفه اللي معايا عشان يروح مضيعه زي ما ضيع اللي عنده. اوعي يا بت، ده اكيد اتجنن. طب وهتعملي ايه؟ مش عارفه يا ماما مش عارفه. بس انتي متاكده انه فلس فلس ولا شايل حاجه تحت البلاطه؟ لا من الواضح انه فلس فلس. لا يبقى كده لازم تطلقي منه. ده كده هيعيش معاكي طمعان فيك. ايوه مش بعيد يخلص عليكي علشان يورث فيكي. بعد الشر يا اخويا بعد الشر. يا بابا الكلام اللي انت بتقوله ده، انت عيله صغيره ما تعرفيش حاجه، سيب الموضوع ده عليا انا هخلصك منه. السفيده وابنه اللي في بطني يا بابا. ما تخافيش يا حبيبتي يتربى في عزك في وسطينا. بس ربنا يستر وما يطلعش في غباوته. تستاهل الحمد يا ابني، صحة وعافية عليك. بس بصراحة بقى مش كويس أبدا اللي بيحصل ده. سيبيها على الله يا أمي. ما كله على الله يا حبيبي. ملك يا سعد، سعد، ملك يا سعد، ملك يا حبيبي، سعد. فيك يا سعد، الحقوني يا هنية يا نورة يا لهوي، الحقيني يا سعد، الحقوني يا سعد. مش حاسس بيها، حاسس اني تعبان قوي. انا حذرتك وما سمعتش كلامي. في حد عنده سكر ياكل اكل انت اكلته ده ويشرب مانجا؟ انا كنت فاكر ان المرض لسه في اوله واني مش هتعب بالمنظر ده. السكر عندك عالي جدا، مش هينفع تاخد حبوب، لازم تاخد انسولين. انسولين؟ طب والعمل يا دكتور؟ لازم يتنقل المستشفى حالا. سلامتك يا حبيبي، الف سلامه عليك. خلاص يا أمي خلاص، بقيت مريض سكر.
بعد الشر عليك، ما تقولش كده يا ابني، ان شاء الله هتبقى زي الفل. المهم ظبطوا لك السكر في المستشفى ولا لسه عادي؟ هما بيقولوا ان هما ظبطوه، بس انا حاسس ان ريقي لسه ناشف حجر، رجليا تقيله كده ولسه ورمه. معلش يا حبيبي، ان شاء الله الورم ده هيفش، كلها يومين وخلاص. المهم انت بس ما تاكلش اي حاجه تعلي لك السكر، وحافظ على صحتك بقى. اكل ايه بس يا امي؟ اكل ايه؟ ده انا كنت في مستشفى، هو اكل المستشفيات ده يتاكل؟ طب بذمتك كده ما اكلتش حاجه في الخباثه بيني وبينك؟ حاجه زي ايه يعني؟ حاجه زي شوكولاته ولا بيتزا، حاجه كده من اللي قلبك يحبهم. ايه يا نوره؟ يا نوره بقول لك كنت في مستشفى. الله، امال ايه سبب تعبك طالما كل التحاليل طلعت كويسه؟ مش عارف يا امي، بس هما بيقولوا ان السكر ده بيعلى من الهوا. من الهوا؟ فعلا، ابوك الله يرحمه كان لما يقعد يفكر في اي مشكله كان السكر بيعلى عنده. ودي تبقى عيشه دي يا امي؟ ده انا عندي هم ما يتلم لازم افكر فيه. انسى دلوقتي كل حاجه، المهم تفكر في صحتك وبس. صحتي راحت يا نوره، وبقت هم كبير اتحط فوق همومي. بعد الشر عليك، اهدي ربنا يشفيك ويعافيك ويحل لك كل مشاكلك. تفتكري ربنا ممكن يسامحنا يا امي؟ ربنا غفور رحيم يا ابني، وانت سلم امرك لله وادعي ربنا يا رب. يا رب. صباح الخير يا سعد. صباح الخير يا امي. رايح على فين يا ابني؟ هروح على فين يعني يا امي؟ على الشغل طبعا، هو في غيره؟ مش الدكتور قال لك يا حبيبي لازم ترتاح لك يومين كمان؟ لا كفايه كده قوي يا امي، انا عندي هم ما يتلم في الشغل ولازم اتابعه بنفسي. طب انت ناقص هموم؟ كنت فاكر ان مشاكلي كلها هتتحل لما يبقى معايا فلوس، لكن للاسف زادت الفلوس وزادت مشاكلي. معلش يا حبيبي، ربنا يقدرك، بس الدكتور منبه عليك انك انت ما تنزلش الشغل، وكمان بقى ازاي هتسوق العربيه لوحدك؟ تلاقيش يا ام، انا جبت سواق. جبت سواق؟ طب كويس قوي. يا ترى بقى خدت حقنه الانسولين؟ خدتها يا امي. يلا، لا اله الا الله محمد رسول الله. سعد استنى يا حبيبي، هتروح الشغل وانت لابس شبشب؟ هعمل ايه يعني يا امي؟ ما انا رجليا ورمه ومفيش اي جزمه عايزه تدخل فيها. طب يا حبيبي اشتري جزمه واسعه شويه. هشتري ان شاء الله. لا اله الا الله محمد رسول الله. كبد عليك يا ابني، انت عمرك ما عملتها، انت طول عمرك مهتم بمظهرك وبشياكتك وبقيافتك. هون عليه، هون عليه يا رب يا رب. يا ما حلمت بيكي، كنت أمنية بعيدة، ويوم ما قربتي وقدرت على تمنك اتحرمت من سواتك. دفعت فيكي شكاير فلوس عشان يتمتع بيكي اللوسطى فتحي. حكمتك يا رب. ازيك يا عم فتحي؟ الله يخليك يا باشا. عجبك العربية؟ حرير والله يا باشا، حرير حرير. ها؟ طب يلا يا ابن المحظوظة، يلا يلا، الاقي رخصتك تتسحب يا رب. ليه بس؟ لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.